يصير الروح بدية غير المر على أبو عمر. الله يبارك فيكم. فهذا البيت العامر الله يحفظه في ولاية إبرة. آمين وياكم. واليوم إيش بتأكل؟ أنشوزي أنشوزي ونازي سماكي سماكي أنشوزي ونازي سماكي. قول أسانتي. كريبوني. اليوم مبارك إن شاء الله بيتعلم اللغة السواحيلية بحيث يكون عندك عربي وإنجليزي وجبالي وسواحيلي. إيش اسمها؟ انشوزي ونادي سماكي. أخواني أهل السويق، بسبب التجمع أو التجمهر الكبير اللي صار في محل الريالين اللي عملناه له أنا والحبيب محمد المخيني أمس، تم إلغاء العرض بسبب طبعا الناس جت بكثرة، حفاظا على سلامة الجميع، حفاظا على طبعا عدم إن شاء الله انتشار الوباء. الجماعة في المحل ما توقعوا هذا العدد الكبير من الناس أنهم أيوا للمحل، ما قدروا يسيطروا على الناس، فتم إلغاء كل الأسعار اللي ذكرت سابقا، والمحل يرجع يبيع بأسعاره الاعتيادية السابقة. فنرجو أن هذا الفيديو يوصل للجميع. الأسعار في مركز الريالين رجعت مثل ما كانت قبل، والعرض اللي شفتوه أمس انتهى. وصلت المعلومة. يوم غدانا سواهيلي يا جماعة. هذا إيش هذا؟ هذا سمك مشوزي ونازي سماكي. هذا اللي يسموه مشوزي ونازي سماكي. يا سلام. ايه، وهذا عيش والهريس ما شاء الله عمرت يا بحال حارب كبرها والشغل الشواء. هذا اهم ما في الاكل، هذه السلطة اللي تخليك تعشق الاكل. عمر هذا شو؟ هذا بذنجان. بذنجان. وهذا هذاك خاص لصاحبي. هذا خاص لمن؟ لمبورك. لمبورك عرسي. حلو عرسي سواحل. وهذا اسميه ام هوغو. هذا مهراقي. وهذا أمبوغا. أمبوغا. اليوم بنعلم مبارك المصطلحات السواحيلية. عندنا إبريق وسكر أقلاص فلفل وصحن. أول حاجة نبدأ الإبريق. بريكا. اسمه بريكا. أوكي. الفلفل بيلي بيلي. حلو. الجلاس جلاسي. اوكي. سكاري. الصحن صحاني. مباركي. انا بالي. نو نو